رح بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. أتمنى تشترك بالقناة وتشارك هذا الفيديو لزملائك حتى يستفادون من هذه الدروس. تشابتر التاسع راح يصير كم شغلة مهمة، خليك وياي. طبعا يقول in a drunken rage، يعني في حالة من الغضب والخمر. هاندلي احنا ذكرنا بدأ يشرب وبدأ يسكر هواي ويلعب قمار و و و الى اخره. فيوم من الايام اجى حالة، يعني كان هو ثمن، كان شوي يعني شارب، فطلع خارج، يعني اجى على نيلي، اخذ هاريتون من عندها وصعد على الدرج. بهاي الاثناء اجى هيثكلف. من اجى هيثكلف على الدرج ديباوع هيجي هاندلي ديباوع، فيريد يشوف من هذا، ما يعني تفاهة، هو شارب ما يدري بروحه. هاريتون وقع من عنده، وقع وين؟ من فوق الدرج، جوا الدرج. هيثكلف لزم الطفل فقدر يعني ينقذه. تحسه فيلم هندي، انا اعرف يعني، انا هم قريته ما استوعبت الموضوع، بس مو مشكلة مشيها. يا هاي أميلي برنتي عندها سوالف مال افلام هندية. المهم هيثكلف is present and catch the baby later. إذن هيثكلف أمسك بالبيبي in the kitchen. طبعا بهذا الحكي طبعا شوية يعني نيلي ضاجت من هاندلي. قالت له أنت شارب وأنت سكران، ليش تأخذ الطفل وتصعد فوق؟ هذا الطفل اللي واقع صار عليه شيء. قالت له كافي عند هاي تصرفاتك وهذا أسلوبك السيء ويانا ويا الخدم، كلها عافتك كلها تكره. فقال لها وهري أخذي الطفل وروحي مني، لا أبتلي بيك. إيش عبارة يعني؟ قالها أهربي من أنا أغرب يعني وجهي زين. بعدين كل من راح شوية هيثكليف يعني هو مفروض ما يبقى بالبيت، لأنه يعني أكو شغلة مهمة إنه هاندلي ما يقبل بهيثكليف يبقى بالبيت بنفس الغرفة، فخليه ينام بالإسطبل برا. كان فهيثكليف طلع هيك ليغاد برا، يعني ما موجود، هو طلع. بهذا الأثناء إجت مني كاثرين speaks to نيلي. الآن كاثرين قاعد تتحدث إلى نيلي thinking they are alone، كانوا يعتقدون بأنهم alone. حتى سألتها قالت لها وين لعد وين هيثكليف، قال لها طلع برا قبل شوية. كاثرين tells نيلي that إدغار asked her to marry him and that she is accepted. بهذا الأثناء سألت كاثرين نيلي، قالت لها أقول لك أنا يعني إدغار سألني طلب من عندي زواج وأنا قبل، شو تقولين أنتي؟ كاثرين explains that she cannot marry Heathcliff. طبعا كاثرين قالت لها اني ادغر معجب بيه وشنو رأيك تقدم لي، وانا وافقت. قالت لها كاثرين وهيثكليف مو انت تحبينه وعشتي طفولتي وياه، شلون يعني؟ طبعا هي هنا اكو نقطة مهمة، عندك كاثرين شخصية مزدوجة متقلبة، قلبها يريد هيثكليف، ولكن مظهرها وقدام الناس وحتى تبدو بأن هي شخصية حاولت تظهر، وهي حاولت تزوجت من إدغار حتى تبين بأن هي شخصية، ولكن في الحقيقة قلبها هو يحب هيثكليف، وبالأخير راح تخونه الإدغار تروح مع هيثكليف. كاثرين explains she cannot marry Heathcliff because Hanley is degraded him so much. قال لها أنا ما قلت لها أنا ما أقدر أزوج، ومن يتزوج Heathcliff؟ من يتزوج شخص ما عنده فلوس بس أنا أحبه؟ يعني هي تناقض. She expresses her love for Heathcliff. She prefaces her remarks with it would degree to marry Heathcliff and those are well see over her. بهذا الحكي طبعا هيثكليف سمع الكلام، قالت من يتزوج هذا الغجري؟ انا صحيح احبه ومعجبه، بس من يتزوج شخص يعني؟ منو اكو ذهب واكل وشرب وملك اتزوج كاثرين؟ وين منو هيثكليف؟ يعيش وياه بالاسطبل؟ انا صحيح احبه بس والله ما اقدر اتزوج.
those are words he overhears. طبعا overhears بمعنى يعني استمعها. كاثرين continues that Heathcliff will never know how much he loves him, that he is more myself than I am. يعني Heathcliff قالت واني والله حقيقة كلش احب كاثرين قالت انا كلش احب Heathcliff بس ما اقدر اتزوجه يعني صعب اتزوج هيك شخص. Heathcliff leaves Wuthering Heights. طبعا بهذه الاثناء نيلي دتباوع على Heathcliff وشافته سمع الكلام بس كاثرين ما تدري. لحقتها كاثرين ترادت تسمع تحكي ما تسمع لها شرد. اختفى لمدة 3 سنوات disappears for 3 years. كاثرين spends a night outdoor in the rain. She comes down with the baby with a bad chill. طبعا أصابت بالحمى وتمرضت كلش وضعها كلش تعب لأنه كانت تبحث عن Heathcliff بس رادت تشوفه تلتقي بيه ما لأن هي درت بيه بأنه هو سمع. يعني أنت شلون تحكي على واحد وهذا الواحد اللي تحكي له واقف وراك يسمع الكلام وأنتوا بناتكم علاقة حب يعني ماكو يعني زحمة حيل زحمة. 3 years after her parents' death بعد 3 سنوات من وفاة والديها تزوج إدغار من كاثرين. إذن هنا Heathcliff اختفى. Heathcliff اختفى ما حد يعرفه وين ما حد يدري بي وين. هنا بهذا الحكي إدغار marries to كاثرين. إذن إدغار تجوز من كاثرين. They convinced Nellie to leave Harriton and Wuthering Heights to move to the garden, to the grange. Thrush Cross. Thrush Cross. طبعا غادروا اقنعوا نيلو ان يغادرون Wuthering Heights وينتقلون الى المزرعة اللي كانت قريبة عليهم. فانتقلوا وين؟ انتقلوا الى المزرعة. طبعا هسه حاليا هم كل العائلة تقريبا انتقلت الى مزرعة الى المزرعة. مثل ما ذكرت لكم انا بداية الدروس انه اكو عندك مدينتين وكل منطقة بها عائلة والى اخره. فهذا اللي صار كل اللي صار بموضوع عائلة بشابتر 9. إن شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو. أي سؤال أو استفسار إحنا حاضرين. لا تنسى تشترك بالقناة وتبلغ أصدقائك الآخرين بمشاهدة هذه الفيديوهات. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.